بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا لديك هداة المهتدين. تحية طيبة مباركة إليكم مشاهدينا الأفاضل من هذا المباشر برنامج مفاتيح، برنامجكم اليومي نعنى به في مساء الثلاثاء بالأمور التربوية. تحية طيبة إليكم من هذا المباشر الذي يستمر إلى غاية الخامسة والنصف بحول الله سبحانه وتعالى. موضوع تربوي جديد نهتم فيه بإلقاء الضوء على وسيلة تربوية مهضومة الحق إن صح التعبير في حقل التربية وفي حقل التنشئة. نتحدث عن الشريط المرسوم وكيف نستثمره كوسيلة تربوية ناجحة. سنحاول أن نتطرق إلى هذا الموضوع من خلال الكثير من النقاط في إنتاج شريط المرسوم. ماذا يتضمن الشريط المرسوم؟ وماذا يتطلب من مهارات؟ وكذلك ما يتطلبه من ضوابط في الرسالة والقيمة التي ننقلها لجيل المستقبل؟ يشرفنا مشاهدينا الأفاضل أن تبقوا معنا، أن تتابعونا وأن تشاركونا كذلك النقاش من خلال اتصالاتكم عبر خطوط الهاتف التي تظهر في أسفل الشاشة من حين إلى آخر. يشرفني كذلك أن أناقش هذا الموضوع مع الأستاذ كمال تواتي. أهلا وسهلا بك أستاذ. وبكم أهلا وسهلا، شكرا لك أستاذ محمد زغداني. أنت مساء. شكرا لك لفك كمال. وضيفنا مختص في إنتاج الشريط المرسوم كمال خديم الله، أهلا وسهلا بك. شكرا لك. أنت مساء. سنتحدث عن الشريط المرسوم بوصفه وسيلة تربوية، كيف نغتنمه كأباء، كيف نغتنمه كمرشدين ومربين. الكلام موجه للأباء والأمهات وكذلك للقائمين على المؤسسات التربوية باختلاف أنواعها وأشكالها، ولعلنا نتطرق إلى هذا الموضوع من خلال مقدمة. الهم الذي يحمله الأباء والأمهات وكذلك المربين في كل المؤسسات هي الوسائل التربوية واغتنامها، وربما الهدف الأسمى الذي يلتقي فيه كل هؤلاء تربية ناجحة وتربية صالحة. هل يمكن ربما حصرها في وسيلة فقط معينة هذه التربية، أم أن الوسائل تتعدد؟ أستاذ محمد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. تحية لكم للأخوين الكريمين الكمالين في هذه الأمسية ولمشاهدين الأكارم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نفيد ونستفيد في هذه الأمسية الطيبة. فعلا الحديث مهم جدا، هو الحديث عن الشريط المرسوم أو الرسوم المتحركة أو كل ما يرسم باليد ويكون وسيلة تواصل مع هذا الجيل الذي الآن أصبح يتفاعل أكثر مع كل ما هو مرسوم، ليس في هذا الزمن فحسب إنما منذ القدم. يعني الرسوم المتحركة منذ التلفاز الأبيض والأسود كان له دوره ومكانته، وفي الجيل جيل الثمانينات والسبعينات حينما كانت الفترة أو القناة وحيدة والفترة محددة، أذكر أننا كنا نخرج من المدرسة جريا حتى ندرك الوقت الذي مخصص، وكان عقاب الأولياء هو الحرمان من مشاهدة الرسوم المتحركة. نعم، إلى أن أصبحنا في زمن فيه قنوات 24 على 24 تبث الرسوم المتحركة، فضلا عن ما تربينا عليه ومن خلاله في صغرنا الكتيبات الصغيرة التي تحمل قصص مرسومة باليد، وفي حوارات نتعلم من خلالها القراءة وربط الصورة بما هو مكتوب إلى غير ذلك من مما كان ولا زال، وأكيد الشيء يتطور يوما بعد يوم إلى أن وصلنا إلى وسائل التكنولوجيا الحديثة في هذا الزمن. فعلا كل ما حل زمن إلا وتطورت وسائل التربية فيه. لو رجعنا إلى الزمن السابق، زمن النبي عليه الصلاة والسلام، نستطيع القول أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم كل وسيلة من أجل أن يبلغ رسالته، ومن أجل أن ينقل المسلمين بشكل عام صغارا وكبارا على حد سواء، يبلغهم الرسالة التربوية أو يربيهم صلى الله عليه وسلم، يحدث ذلك التغيير الإيجابي في أنفس الناس. استخدم القرآن الكريم الأمثال، استخدم القصص، وهذه وسائل من وسائل الإيضاح. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا استخدم الوسائل التي كان يعرفها العرب ويعايشونها، ضرب القرآن الكريم، ضرب الأمثال بالإبل، وضرب الأمثال بالنجوم، وضرب الأمثال بالكون في امتداده. والنبي عليه الصلاة والسلام استخدم أيضا وسائل الإيضاح، بحيث
خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا في نعم ثم خطوطا عن يمينه وخطوطا عن يساره وقال ما هذا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يشرح ايه من خلال وسيله من وسائل الايضاح، ولهذا الايضاح البصري مهم جدا. استطرد قليلا لاوضح هذه الصوره التي حدثت في زمن النبي عليه الصلاه والسلام والتي تبين لنا كيف انه الصوره ابلغ في التاثير من ألف مقال. في صلح الحديبيه بعد ما تم الصلح يخرج النبي عليه الصلاه والسلام يامر اصحابه بان يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم والجميع يرجع. الكل يقفون واجمين، يعني لا يتحرك احد، فيدخل النبي عليه الصلاه والسلام على امنا ام المؤمنين ام سلمه رضي الله عنها وارضاها فيقول هلك الناس. لماذا هلك الناس؟ لانهم عصوا امر النبي عليه الصلاه والسلام، وقد كان الناس في ذهول، يعني كانه مفاجاه بالنسبه لهم، صدمه كبيره، كيف انهم جاءوا من المدينة إلى مكة وهم على مرمى حجر في الحديبية لوصولهم لمكة المكرمة حيث كانت قلوبهم كلها شغف بأن يطوفوا بالبيت وأن يحجوا وينحروا وغيرها. فيقول هلك الناس يا أم سلمة. تقول وما ذلك؟ فيخبرها النبي عليه الصلاة فماذا تقول له؟ أخرج يا رسول الله إلى القوم فأمر حالقك فليحلق لك وانحر هديك ولا تكلم أحدا. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهذه صورة مرئية يراها الناس، فيرون النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجلس ويأمر حالقه فيحلق له صلى الله عليه وسلم ثم ينحر هديه، فيقوم الناس كلهم عن بكرة أبيهم كما يروي الصحابي الحديث. قل فقام بعضنا إلى بعض يحلق رؤوس بعض حتى كاد يقتلع بعضنا رؤوس بعض. يعني بهذا الفعل الحركي، الحركة التي يراها الناس، فيه دلالة واضحة على أن الصورة أبلغ في التأثير من ألف مقال. ولذلك تجد أبنائنا مهما علمته، مثلا تعلموا الصدق، والصدق ولا بد أن تكون صدق، لكن أعطيه رسوم متحركة واحدة كما ربما يشرح لنا أستاذنا كمال فتؤثر. أيوة كمالين، كمال الرسام كمال الذي مهنته نعم نعم. فأقول الصورة مهمة جدا وبليغة جدا، إذا استعملها النبي عليه الصلاة والسلام رسما في الرمل وغيرها من الرسوم التي ليس هذا هو الرسم الوحيد، فيه رسم الإطار الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام، عمر الإنسان فيه من خلال الأحلام النبي عليه الصلاة والسلام ويفسر أحلام بعض الصحابة رضي الله عنهم، هذه أيضا وسيلة من وسائل الإيضاح التي استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ رسالته صلى الله عليه وسلم. فيتطور الزمان فيكتشف العلم الغربي أنه الطفل نستطيع تأثير عليه من خلال هذه الرسوم المتحركة التي كانت ترسم رسمة رسمة واحدة بواحدة. تصوروا معايا شريط فيه 10 دقائق ربما ولا حتى 5 دقائق، كل حركة وكل لقطة ترسم 26 صورة في الثانية، هكذا 26 صورة في الثانية كلها ترسم، بحيث يعني عمل جبار. إلى أن تطورت التكنولوجيا الآن بكبسة زر تستطيع أن وبطبيعة الحال بجهد، لأنه الآلة وحدها لا تستطيع أن تقوم بكل شيء. فهذه الوسيلة من وسائل التربية ومن وسائل الإيضاح لابد أن تستخدم. رسالتنا كما ذكرت في البداية هي فعلا للآباء والأمهات، هي للقائمين على الشؤون التربوي، وهي خصوصا لوسائل الإعلام التي الآن هي ملأة، يعني القنوات كلها تخصص، هناك قنوات متخصصة للأطفال، وكل القنوات الوطنية منها خصوصا تخصص جزء من وقتها فهذه الرسوم المتحركة. نعم هذه الرسوم المتحركة مهمة جدا، اختيار الموضوع، اختيار نوع الرسوم المتحركة، الأثر عظيم، وربما سنتحدث عن أثر الرسوم المتحركة في أبنائنا. والمسؤولية هنا تقع على وسائل الإعلام، لأنهم هم الذين يبثون إما الخير وإما غيره العياذ بالله. والآباء أيضا مسؤولين على اختيار وحسن اختيار القناة وحسن اختيار مش القناة فقط، حتى الرسوم المتحركة التي تبث في القناة هم مسؤولون عن اختيارها، لأنه إذا تركنا الحبل على الغارب بالنسبة لأبنائنا راح يبقوا أمام الشاشة 24/24 يأخذون الغثة والسمين، يأخذون ما يؤثر فيهم إيجابيا وما يؤثر فيهم بشكل سلبي والعياذ بالله. وبالتالي هذا يطرح مسؤولية إضافية، إذا كان الآباء في الزمن السابق قبل وسائل الإعلام هذه ربما مسؤوليتهم هي في التوجيه والإرشاد واصطحابه للمسجد وللكتاب، الآن ربما عدوك داخل بيتك رفقته في المحتوى، نعم في المحتوى من خلال التلفاز، والآن المحتوى أصبح ليس في التلفاز فحسب إنما في جيوبنا في نعم. والآن حتى بين قوسين إذا تحدثنا عن الرسوم المتحركة بالنسبة للغرب أدركوا أهميتها وخطورتها في نفس الوقت، وخطورة الصورة المتحركة بمعنى الفيديو. فحتى في ما يسمى يوتيوب الآن اللي ما هو منتشر بشكل كبير جدا اصطنعوا
يوتيوب يونغ، يعني خاص بالأطفال الصغار الذي لا يمكنه أن تحمل فيه ولا أن يتحمل فيديوهات مخصصة للكبار، حتى يضمنوا أن هذه الشريحة على الأطفال لا محتوى تتطلع أو لها المحتوى المناسب يناسب عمرها ويناسب سنها، وهذا هم يعني عندهم الحرية صح التعبير شيء مقدس. يعني ولدك يقول لك خليه يشوف كلش وخليه يتعلم كلش، ورغم هذا تربويا الذين يعنون بتربية الأبناء قالوا لا، هنالك حدود لأطفالنا، لابد أن تكون لهم ضوابط، لابد أن لا يتأثروا بما يراه الكبار من 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 من, من أفلام وفيديوهات وغيره، فنخصص لهم هذا الفضاء الخاص بهم والذي لا يبث إلا شيء يتناسب مع عمرهم وسنهم. بارك الله فيك أستاذ. شكرا. شكرا جزيلا أستاذ كمال. كمال تواتي. تحدث الأستاذ وكلامه كله قيم، وربما ركز على قيمة الصورة وتأثير الصورة للبالغ. إذا تحدثنا عن الكبار فتأثيرها يعني لا يمكن أن يوصف. ما بالنا إذا تحدثنا عن الطفل الصغير وعنده شخصية، وربما أشار كذلك إلى أنه صفحة بيضاء ومن كتب فيها أولا هو الذي سترسخ تلك القيم التي كتبها أولا، لأنه في هذا السبق كما يقال. لو نتحدث عن شخصية الطفل حتى ندرك كيف نغتنمها من خلال الوسائل التربوية بما فيها الشريط المرسوم. جيد. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديثنا اليوم يعني حديث مهم جدا، وخاصة يتزامن مع معرض الكتاب. معرض الكتاب صحيح. يعني نحن الآن نتحدث عن الطفل، والطفل حينما نتحدث عنه هناك يعني أعمار ينبغي أن نحددها، ولكن صح. عموما كما ذكرت في مقدمتك أن كل واحد فينا أصلا لما يحب يشري أي كتاب أول ما يجذبه اللون والخط والإخراج، وخاصة إذا كانت دفة الكتاب منحوتة يتلمسها. صح. الله تعالى خلق فينا جمالا داخليا يجعلك تستشعر الجمال بأناملك بعينيك، بل حتى تشم تلك الأوراق، وكما يشم من يشتري ثوبا جديدا. وكلما استعملنا الحواس أكثر كلما كان التأثير أكبر وأعمق، فكيف بهذا الطفل الذي ينجذب لأي شيء يبهره؟ أول ما يجذب الطفل هو اللون، الصوت، والأشكال. وكلما كانت الأشكال قريبة إلى ذهنه على حسب ما يرسمه، أعطي لأي طفل صغير قل له رسم لي طفل، يرسم لك راسه هكذا ويدير لك دوائرات حتى العينين ماشي قد واحدة كبيرة واحدة صغيرة، طبيعة الطفل. وكلما كان هذا يعني الذكي هو الذي يعرف كيف يسوق له وفق سنه ويفكر هكذا، ويعجبه الأمر إذا رأى رسوما تميل إلى مستوى معين من عمره أكثر من أنك لو مثلت بأشخاص حقيقيين أو رسومات قريبة إلى الحقيقة كما سيذكر أستاذ. أنا أقول يعني بالنسبة لهذا الرسم، هناك الرسم الشريط المرسوم أو المصور. شريط الرسوم المرسوم هذا، هناك الشريط الصامت عبارة عن أفكار تكون في ذهني وفي قلبي وفي ضمير الرسام، قد يتشارك فيها أناس من مختلف التخصصات إذا أرادوا أن ينشئوا مجلة معينة موجهة إلى مؤسسة تربوية وإلى دول قد تسوق إلى العالم، وقد تكون يعني عبارة عن كتب موجهة إلى قصص قصيرة، ممكن تكون تاريخية، ممكن تكون في العلمية تربوية، تكون دينية، قصص الأنبياء وهكذا، يعني على حسب الموضوع. أي ممكن تكون فيلما معينا، ممكن رسائل تربوية أخلاقية كما سيذكر أستاذنا. طبعا هذه الرسوم لها أسلوب خاص ولها أشكال خاصة على حسب عمر الأطفال. أنا أرى بأن هذا الرسم للشخصيات التي سوف تكون محور التمثيلية الموجودة سواء كانت طويلة أم قصيرة عبر تلك الفقاعات اللي يشوفوها خانة مكتوب عليها صباح الخير يا بني، أين كنت يا أمي، كل حاجة عندها رسم ثابت. ممكن نشوفوا عدة شخصيات في رسم واحد وبتعبيرات مختلفة، وهنا ذكاء رسامين هو اللي يعرف وين يحط الصورة، من المتحدث الأولي، لأنك ما تفيقش لو كانت تحطهم في مستوى متوازي، إذا الأعلى تبدأ بالأعلى، إذا كان يمين أو يسار على حسب اللغة، لأن إذا تغيرت اللغة ربما يتغير من هذا هو أدرى. على كل حال ينبغي أن تكون كتابة جذابة، الألوان متناسقة جدا جدا، لأن الطفل الآن
وكان تقول له كاين رسم مصور، لان كاين رسم مصور صامت، رسم مصور منطوق. المنطوق هو اللي ممكن مصور وتشوفه في اليوتيوب، اعيد قراءه الحوارات الموجوده سواء في التلفزيون غير ذلك الفقاعات مثلا. وهناك الرسوم المتحركه اللي تحدث عنها استاذنا محمد قبل قليل، بصوت والصوره، بصوت والصوره وتحريك هذه نعم اشخاص. الطفل الان هل سيتابع الموجود التلفزيون او المجله؟ انا اؤكد لك انه سيذهب مباشره لاستاذنا كمال. علاه؟ لانك لما حتى لو كتكون شاشه كبيره وجميله وحتى بالاصوات لا يشعر بالامتلاك، والطفل من مزاياه النفسيه يحب الامتلاك، يحب حاجه نتاعي انا، شرات لي ماما، شرى لي ابي وامي مجله، اداوني رحت خيرت انا واش نحب، والطفل ما يعرفش يحتاج الى توجيه، لكن خليه يشوف وانت وجهه، وانا اقول واش تربيه عليه في المدرسه وفي البيت راح ياثر عليه في شخصيته، خاصه لو حق 8 سنين 9 سنين يولي يعرف يميز ما هي الامور التي اختارها وما هي الامور التي لا اختارها. هو يشعر تلقائيا الشيء اللي فيه عيب، اللي ماشي مليح، اللي ما يلقش، ليس من ثقافتنا، خاصه اذا كان فيه عنف سيوف وقتل وتشوف دماء وهذه رؤوس مقطعه، غير ثاني فيها امور اخرى ربما ان شاء الله نتحدث عليها. اذا عنصر الامتلاك وخاصه هذاك اللون الجذاب راح ياثر عليه. ما بقي الا على اساتذتنا ورسامنا انهم يختاروا المحتوى الجميل جدا الذي يتوافق مع قيمنا كجزائريين، عاداتنا، تقاليدنا، يسوق امور تاريخيه، امور دينيه، ونفيد المجتمع ان شاء الله الى ما فيه الخير. خاصه انا احب تلك الرسومات اللي فيها عنوان خاص بالصدق، عدم الكذب، هذه الاخلاق مهمه جدا في شخصيه الطفل، لانه كي يتربى عليها راح يكبر سوي شخصيه باذن الله. بارك الله فيك. وهذا تقريبا اول مفتاح يوجه للاباء والامهات والقائمين على مساله التربيه، تربيه النشء، ان نستغل وان نغتنم ما في شخصيه الطفل من فضول ومن حبه للصوره ومن حبه للتملك كذلك، حتى نعطيه هذه الوسيله التربويه شريط المرسوم. اذا نتحدث عن شريط المرسوم من خلال ما ستجود به كمختص في انتاج هذا الشريط المرسوم على مختلف أنواعه وأشكاله، كما تفضل الأستاذ كمال منذ قليل، سواء ذلك الذي هو صورة مصورة وبه فقاعات للحوار، أو المنطوق، أو حتى المتحرك في شكل رسوم متحركة. أشار أستاذنا إلى جزء من المهارات التي يجب أن يمتلكها من يقوم على إنتاج هذه الأشرطة المصورة، ما هي ربما باقي المهارات التي على القائم على هذا الأمر أن يمتلكها؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة، شكرا على تلبية الدعوة، تحية طيبة للمشاهد الكريم. بالنسبة لشريط المرسوم أو الرسوم المتحركة أو القصة بصفة عامة، فهي كلها عبارة عن مراحل، تبدأ أولا من الفكرة، ثم يصير سيناريو، بعدها تنتج رسومات، فهناك من يفضل قصة لعبارة عن صفحة تكون مكتوبة صفحة فيها صورة، وهناك من يفضل أن يتعمق فيها أكثر لكي تصير إلى قصة مصورة عبارة عن مشاهد مفصلة لذلك السيناريو. وأيضا يعني ننتقل بعدها إلى التحريك، أي الرسوم المتحركة اللي هي نفس الخطوة، لكن يعني كلها عبارة عن سلسلة، يعني انتقالا من القصة المصورة يعني يتم التحريك، كأنه كل شيء يكون جاهز، الكلمات والحوار وكل الشخصيات، فتصير تحريك وكذا ودبلجة وقاعدتها الرسم. بالضبط، قاعدتها كلها الرسم. لكن لو نحكي بالتفصيل على كيفية إنتاج هذه القصة المصورة وكذا، ففي شقين أو يعني مختلفين. هناك مرات تلاقي أنه مرات الرسام هو الذي يتكفل بكل شيء، يعني من فكره يعني فكرته الاصليه يبدا بكتابه قصه من خياله كذا، بعدين يكتبها من اجتهاداته الخاصه، فتلاقي يعني ما فيهاش معايير معينه، وبعدين الرسم وكذا ويقسم القصه وتكون قصه جاهزه بهذه الطريقه. فمرات تكون قصه، مرات يتجه الى قصه مصوره على حسب المجهود، لانه القصه المصوره فيها جهد اكبر من القصه العاديه، والرسوم المتحركه فمجهود يعني كبير جبار يعني كما نحكي. فهناك الطرف الثاني الذي هو يلتزم بامور انه تكون لكل ذي حق حقه، يعني كل واحد في تخصص معين، فمثلا الرسام يلتزم بالرسم، يكون واحد تخصص في اللغه، واحد تخصص في التاريخ اذا كان قصه تاريخيه، واحد خاص مثلا بالتاليف والكتابه، واجتمعوا كلهم في قصه واحده، فريق في انتاج شيء من هذا القبيل. طبعا
كما نعلم أنه مفروض تكون كل قصة فيها أعمار وكذا باختلاف، لكن في الجزائر إنتاجتنا حاليا ما فيهاش تقييد بالعمر، هي كلها مفتوحة، فتلاقي أنه ترجع الأولياء هم اللي يختاروا لأولادهم، ومرات تلاقي الأولاد هم مباشرة يختاروا لحال، يعني يروح المكتبة يطلب قصة تعجبه في الرسومات فيختارها لأنه ألوانها مثل ما تفضل أخ كريم، ويعني بالضبط الألوان هي اللي تجلب الانتباه. وكما نحكي القصة مصورة تختلف في مضامينها على حسب المحتوى، يعني مرة تلاقيها أنه قصة تكون عبارة عن حيوانات تحكي مثل ما قال الأخ كريم أيضا، يعني قصة فيها أخلاقيات صدق كذا، مرة تكون قصة مستوردة من الخارج، يعني تكون مش ما فيهاش شيء يرمز إلينا بطبيعة الحال، ولكن رسوماتها هي اللي تأثر على أطفالنا ويحبوها ويفضلوها، ممكن لأنه شاهدها التلفاز فيروح مباشرة يأخذها. وهناك أيضا يعني تلاقي قصص محتواها حكاية، مرة تلاقيها تاريخ، مرة ثقافة معينة، مرة تلاقيها على زي أنه نحكي على مجال معين، مرة تحكي على مهن، ففيها يعني كل مواضيع مختلفة، وكل طرف يعني كل قصة لها محور معين، يعني اتجاه معين. كيف ترى أنت مستوى الإبداع في هذا المجال في الجزائر؟ هو بالنسبة للإبداع الحمد لله في الجزائر كاين مهارات كبيرة، يعني ما شاء الله، وباختلاف كل واحد وطابع بتاعه. وأكثر شيء اللي الحمد لله نفتخروا فيه أنه شبابنا أعمالهم تلاقي صدى وإعجاب كبير عن يعني من 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 طرف ثاني، يعني من أطفال، من جهة أطفال، إنه كان تجارب وشفنا يعني ما شاء الله أطفال يحبوا كثير القدرات اللي رمعتنا في شبابنا، يعني ما شاء الله. حتى مرات لما يكون نعمل مهرجانات ولا لما يكونوا شباب يفتحوا صالون لتعليم الرسم تلاقي إنه كثير أطفال يحبوا هذاك النوع ويتعلموا، عندهم رغبة إنهم يتعلموا. كمان يعني أيضا الفنيين معجبين بالرسم تبع يعني تاع الجزائريين، يعني إبداعات الجزائرية، يعني فالحمد لله في هذه النقطة ما شاء الله. إن شاء الله سنتحدث فيما بعد عما تقدمه المهرجانات وتلاقي هذه الإبداعات في فعاليات خاصة بهذا المجال، كيف لنا أن نرقى بهذا الفن وهذا الإبداع حتى يصل ناصعا إلى أبنائنا ونستغله كذلك ونغتنمه كوسيلة تربوية ناجحة، على أن لا يخفى أنه فيه الجانب الإبداعي وكذلك فيه المحتوى، والمحتوى أشرت أستاذنا محمد على أن الأولياء عليهم أن يرافقوا أبنائهم فيما يتعرضون إليه، سواء من خلال الرسوم المتحركة التي تبث في القنوات، أو حتى عن طريق التكنولوجيا، عن طريق اليوتيوب مثلا، أو حتى عن طريق ما يقتنى من قصص مصورة إلى غير ذلك. إلى أي مدى نعنى بالرسالة والقيمة وموافقتها لتراثنا، موافقتها لحاجاتنا نحن من خلال ثقافتنا ومن خلال امتدادنا كذلك التراثي؟ شيء مهم جدا، لأنه الذي يمتلك الوسيلة هو الذي يمكن أن يسوق أفكاره. إحنا للأسف الشديد حينما لم نكن نتحكم في هذه التقنية، تقنية الرسوم المتحركة، وإلى حد هذه اللحظة المستورد منها يسوق أفكار غير أفكارنا، أكيد. سواء تعلق بالجانب العقدي، الجانب الأخلاقي، جانب المعاملات، جانب حتى طريقة اللبس وطريقة تسريحة الشعر وطريقة كل الطرق تجدها موجودة في الرسوم المتحركة، وتجد أبناءنا يتحولون إلى نسخ مطابقة لما يرونه من خلال الرسوم المتحركة المتلفزة، ولا الرسوم المتحركة الإلكترونية، ولا الرسوم المتحركة أو الرسوم غير المتحركة المرسومة على، يعني تجدها نسخ طبق الأصل، فتسريحة الشعر يأخذونها من هناك، طريقة اللباس يأخذونها من هناك، طريقة الكلام يأخذونها من هناك، يتأثرون تأثير مباشر. ربما إذا نظرنا إلى الجانب الإيجابي خصوصا في الرسوم المتحركة التي هي باللغة العربية، الآن معظم حتى الحجم الرسوم المتحركة باللغات الأجنبية بدأ يتقلص، يعني بالنظر إلى الرسوم المتحركة الموجودة والمنتشرة باللغة العربية، حركة الدبلجة لهذه الرسوم موجودة بشكل كبير، يتعلمون فصحة اللغة، هذا شيء إيجابي، يتعلمون بعض القيم في بعض الرسوم المتحركة التي تنشر بعض القيم، تتسع مداركهم، يتعلمون بعض الأشياء، بعض الأشغال اليدوية التي يتعلمونها من خلال الرسوم المتحركة، نعم، يتعلمون بعض المفاهيم التي لا يمكنك أن تشرحها نظريا من خلال الرسوم المتحركة. كل هذه شيء إيجابي، لكن الأشياء السلبية المرافقة التي إن لم نرافق أبناءنا في اختيار المحتوى فهو شيء فظيع جدا، لا يقتصر على الجانب العقدي، نشر عقيدة التثليث، نشر عقيدة تعدد الأديان، إله كذا وإله كذا وإله كذا،
نشر بعض الرموز التي ترمز إلى ديانات أخرى، بحيث أبنائنا يصبحوا تبان لهم حاجة عادية أنه صليب ولا نجمة سداسية ولا غيرها من الرسوم التي هي رموز دينية. قوة الشر العالمية. نعم. نعم. يصوروا التصوير أنه هذا العالم لا إله له، إنما هو وليد الصدفة أو الطبيعة هي التي تصنعه، إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة التي هي قصف إعلامي يتحكم فيه صانع هذه المادة. فمن يصنع هذه المادة هو الذي يسوق أفكاره ويبرمج. المصاحبة والمزاملة بين الذكور والإناث، إباح كل العلاقات بينهم، علاقات اسمحوا لي في هذه العبارة، علاقات الحب والقلوب التي تتصاعد بينهم وهم صغار، يعني في رسوم متحركة عمره 5 سنين و6 سنين، والتي تبعث بلا سائل لأبنائنا منذ حتى تلقاها عامين 14 شهر كما كنت تذكر لي أخي أمين، يعني يتفرج رسوم متحركة من هذا النوع وتبدأ تغرس فيه أفكار. هو يعني سبحان الله مازال لم يبلغ سن التمييز ويفقه أشياء لا يفقهها بعض البالغين في الزمن السابق. فإذا هذا شيء خطير جدا، علينا أن ننتبه له. ولا أقول أن الأبناء يمارسون مقص الرقيب على أبنائهم، كلا، إنما طيب أستاذنا. نعم. حتى ربما يستفيد من الأولياء وفيهم ربما من له حظ متوسط من التعليم، حظ متوسط من الثقافة، صح، كيف له أن يرافق أبنائه من خلال هذه المحتويات؟ ربما يستشير المختصين كيف. نعم. كيف ربما يدير هذا المحتوى في بيته؟ نعم، هو سؤال مهم جدا، يعني خصوصا كما ذكرت أنه بعض الناس ليس له فكرة ولا، وحتى فيه من ليس له وقت يتحجج. نعم. بالوقت، يقول لك أنا ما عنديش وقت، فمستحيل أني أتابع الأبناء وش راهم يشوفوا في التلفزيون من رسوم متحرك. ليس من حقنا أن نذكر قنوات فضائية بعينها حتى لا يكون فيه إشهار معاكس، إشهار يعني معاكس. كل مرغوب أو كل ممنوع مرغوب فيه. وإلا هناك قنوات فضائية بأعيانها تبث السموم لأبنائنا، لأبناء العالم ككل، ليس أبناء العالم الإسلامي فحسب، العالم كله يعاني منها. في الغرب بعض القنوات مشطوبة أصلا لا تدخل إلى بيوتهم، رغم أنهم هم صنعوها لأنها تفسد أخلاق الأبناء. صح. وجوجل الآن ليس في حاجة إلى أن نشهر له، لكن بكبسة زر كما تقال تبحث عن هذه القنوات التي يجب أن تحظرها وتمنعها من جهاز استقبالك. هذه واحدة. اثنين، الحمد لله المراكز، مراكز تطوير الذات والتنمية البشرية والمربون وعلماء النفس موجودين الآن في هذا الزمان، حتى المربين في المؤسسات التربوية تستطيع أن تستشيره في القنوات وحتى في الرسوم المتحركة. ربما بعض السلوكات التي نراها من أبنائنا، دائما نسأل لماذا أبناؤنا عنيفون في التعامل، لماذا هذا الضرب والضرب المضاد وغيره من الأشياء التي لا نستسيغها. لو تتبع الأب والأمهات، وهذه ربما العبء فيها يقع على الأمهات أكثر من الأباء، لأنهن اللواتي يرافقن الأبناء أكثر مرافق. نعم، في المنزل، وإن كان هذا لا يعفي الأباء، لا يعفي الأباء، أقولها وأقولها مرارا وتكرارا حتى لا دائما نلقي باللائمة على الطرف الأضعف بين قوسين اللي هي المرأة، نكلفها بكل شيء ثم نحملها الفشل في كل شيء. فهذه المرافقة تشوف الرسوم المتحركة العنيفة، الرسوم المتحركة التي تبث أفكار مشبوهة، الرسوم المتحركة التي تروج لأفكار دخيلة على مجتمعنا، التي تروج لديانات بل لمذاهب بعض القنوات المتخصصة في بعض المذهب. وهذا هو عبء تربوي لا بد أن يتحمله الأباء في هذا الزمن. صح. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه ما تجيش بالبساطة بأنه الأم، وربما تحدثنا عن هذا في هذا الكلام أكثر من مرة. صح. تتحول إلى مجرد خادمة في البيت، والأب يتحول إلى مجرد جاي بيأخذ منه المال حتى هي يفر. أحسن شيء أستاذنا يتابعوا قناة القرآن الكريم والرسوم المعروضة على قناة القرآن الكريم. نعم، يعني ببساطة يعني كلش مضمون. السمع يعني السمع آمن، والعين آمنة، والموضوع مأمون. وإن كان نأمل أن قناة القرآن الكريم توسع هذا المجال الخاص بالرسوم المتحركة، لأنه أن نكتفي بحلا في حصة ضحى، فهذا الشيء يعني هذا فيه رسوم متحركة جديدة. نعم. فرشات تسبح الله إن شاء الله. هذه إذا نأمل أن نشاهد بعض المقتطفات من الرسوم المتحركة التي تختارها قناة القرآن الكريم للناشئة من خلال برنامج ضحى، نتابع هذه المقتطفات واللقطات، نعود بعدها للنقاش. كل الفراشي يسبح البارئ.
إذن محتوى يمر في قناة القرآن الكريم شاهده أطفالنا من خلال برنامج ضحى. أستاذ كمال تواتي، تعليقك، ربما الصور التي كنا نشاهدها وكان تعليقكم يعني في خلال بث هذه المقتطفات أن الصورة بريئة ونحن الذين نحملها رسالة معينة وقيمة معينة. جميل. هو في يعني في تقريبا هي الغزالة نشاهدها يعني في كثير من الرسومات. انا راني خايف من هذاك تمسح، انا ما ادريش فيها الامان. ودائما تمسح شرير. جيد. يعني حتى يقال ضرب المثل حينما تمسح حينما يفترس يعني فريسته يبكي تنزل منه الدموع، فيضرب المثل دموع تماسيح، يدمع دموع تماسيح. طبعا يعني الاولياء كيفاش يفيقوا يعني كيفاش يحسوا بأن هذا المحتوى مليح ولا مش مليح قبل أن نتحدث مثلا عما يعرض في قناة القرآن الكريم. أولا يعني أقعد يا جماعة، ما تقولوش هذه تاع الدراري صغار، امشي روح تفرج تلفزيون، روحوا قعدوا له دخلوا لداخل الدار. كثير من الأولياء على بالك يقول لك تهنيت منهم زي اللي راهم اللي قاعدين، خير من يخرجوا برا يجيبوا لي مشاكل، يدابزوا يكسروا حاجة في الدار. يقول لك راني مهنية منهم، وهو يقول راني مهني، هو بالنسبة له يخمم على راحته النفسية. احنا ما نش نقولوا ما مشي تعبوا، صح كاين تعب، كاين مشاكل، كاين كذا، اشغال كثيره خاصه داخل البيت خارج البيت، لكن روح ادخل معاهم، معليش روح ارتاح، خيرك حاب ترتاح، ادخل وتفرج معاهم، سوف تكتشف العجب العجاب. في بعض الاحيان نشوفوا بعض الاولياء كيقعدوا مع اولادهم يقول لك تفرجوا في هذه، بالك وديروا عليهم في هذه. شخصيا يعني تقع هذا الامر، يعني شخصيا هذا الامر ما كانش منه يعني، وكان ما تعلمش الاطفال وتدربهم على هذه حتى ان هما يولوا يفيقوا لك على بالنا بلي ما كانش منهم يمثلوا فقط يعني. يعني لازم الطفل تعلمه، لكن إذا وصلت إلى الدرجة أنا ممكن تضرب في عمق العقيدة الإسلامية وتضرب في الأمور الأخلاقية والسلوكيات. لأن الآن لو كان تجيب أي طفل في معرض صور مرسومة وتعطي له صور هادفة بصور جزائريين كما كان يتحدثنا أستاذنا كمال قبل أن ندخل البرنامج يعني استوديو، يعني صور لائقة وفيها أخلاق سلوكيات وحتى وهي جذابة، وجيب له صور أخرى ولنقل يابانية أو صينية، كثير من الأطفال سوف يهجمون على لأسباب كثيرة حتى وهي جميلة ومتحوفة تحفة جميلة. السبب أنه هو في ذهنه تلك الصور تذكره بما بث في التلفزيون في منذ أن كان صغيرا أو كبر عليها. الآن هذا عنده شعره شباب وهابط، بصح الأخر شعره راه واقف، ويشبه للصينيين ما يشبهش للجزائريين، ما يشبهش الشخصية تاعنا حتى في شمال إفريقيا ولا حتى على الأقل إفريقيا. حتى شخصية الممثلة ولا تلقى فيهم واحد عنده لونه يميل إلى كذا أو شكل وجهه إلى كذا. هي تسويق لأشياء كثيرة جدا، احنا غير نشريه فقط. على من يعني نلقي اللائمة؟ على الوالدين، يقولوا لك احنا الله غالب، مع أنهم ينبغي أن تكون مراقبة ومتابعة. نلقي على الانتاج التلفزيوني، يقول لك الله غالب ما كانش في السوق الجزائريه ولا في السوق العربي الاسلامي، ما كانش حاجه كبيره اللي هي تلفت وعندها صدى عالمي ومشهوره وهذه اخذت جائزه كذا والاخرى صح. فوربما لست ادري، انا ما نعرفش الاسوام يعني السومه نتاعها، انا نعرف كل حاجه تجي من هيك، ربما في بعض الاحيان نطيح السوق وتولي انت تشري حاجه واجده ماذا بك باثمان سهله صح. وعمر البرامج في التلفزيونات قال المهم كاين تاع الاطفال، هي كاين تاع الاطفال، كاين اللي الله غالب حتى وهي يعني نقولوا مؤسسات كبيره يقدر يروح لها الاستاذ يقول له بصح انت اللي ما رسمتناش، هو لما يبحث يقول له بصح انتوما ما راكش تبثوا، لما يشتركوا يديروا مناقشه راح يقولوا له بصح اين الممولين؟ يعني هذا الانتاج يحتاج الى كذا. انا لهذا انا حبيت نختصر الامور في عراقيل من قناه القران الكريم اقولها. الان لو كان نبقاو نديروا حصص ونلوموا في الوالدين ونلوموا في الرسوم ونلوموا في الخارج، والله غير نبقاو سنوات حنا نهضروا في نسك. انا اقول لكل المزكين، يكون الناس اللي يحبوا الوقف الخيري، يكون الناس اللي يحبوا يديروا الخير في هذه الامه، اللي حب يخلي حاجه صدقه جاريه لحياتك، فكر من الان، راك راح تربي اجيال. انا نقول لك ما راحش تربي جيل واحد وتخلص. رسوم وحده فقط لو كان تنتجها في 30 حلقه 20 200 لست ادري، واستاذنا راح يشرح، انا نقول لك والله ستجد عملا طيبا يؤنسك في قبرك الى يوم القيامه. هذا العمل ما نستهينوش به، لانك لما تنفق في سبيل الله من اجل هؤلاء الذين يسهرون ويرسمون، وانا متاكد لما يعرفوها بان صدقه جاريه راح يعاونوا حتى في الاثمان، لانها راهي تسوق لثقافتنا الجزائريه العربيه الامازيغيه الترقيه كلها بلهجاتنا اعرفنا وتقاليدنا. نقولها لك سواسوا راهي مع الاسلام، يعني نحن لا نحتاج الى تهذيب كبير في اخلاقنا صح. المشكل تاعنا راه دخل الوافد الغربي علينا، خربط وخلط كل شيء، حتى اولادنا تخلطوا يعني
الآن أشكال العنف أصبحت هي الرسومات التي تجلب الأطفال. صح. روح أي واحد في البيت قلوا عندك أشرطة لسيدي تاع الألعاب، يقول لك عندي، أجبدهم لي كامل، روح ستفهم 20 سيدي الآن راهم فلاش ديسك وتيلي شارجي من الأنترنت، ما تلقاش ولا واحد فيه لعبة هادئة وهادفة تربوية. اللهم القليل منها جدا نادر، واحنا سمعنا قد عرضت قناة القرآن الكريم بعض المنتجين الجزائريين واظن انهم يعني في من وسط الجزائر بوابة الصحراء، انتاج جميل جدا، فيه مسابقة، فيه ابداع ما شاء الله. اما الباقي تلقى عندهم حروب وعنف، لهذا الاطفال راح يتاثروا بها يا جماعة، ما نستهنوش بعض الامر، راح يتاثر بكل هذه الرسومات. وانا اتابع بعض القنوات متخصصة في الرسوم المتحركة، كاين بعض القنوات يا استاذنا محمد كان قبل قليل يتحدث عليها، شوف والله تقدر تقعد هذه القاعدة تقول الحمد لله أولادي شو وش راهم يتعلموا، شوف راهم يعلموهم في الصدق. مثلا كما نشوفوا قبل قليل سيمبا، نشوفوا التعاون الحيوانات، شوف يعني العاطفة مع الآخر كيفاش يتشاركوا، هذه يتعلمها الطفل وخلاص يولي يقول لازم نتعاونوا، كي نشوف واحد راح يطيح نعاونوا، نشوف واحد حصل لازم نسلكوا، شوف هذا راه يتغرس شيئا فشيئا، الصدق عدم الكذب، خاصة إذا كانت فيه شخصية شريرة معليش من حين لآخر دير شخصية سرية تكاد أن تسيطر، لكن في الأخير يغلب الحق، ينتصر النور على الظلام، وهكذا راح تربي في الطفل حلقة بعد حلقة سلوكيات أخلاق جميلة، يكون سوي في الشخصية نتاعه. أما الرسومات التي توصلنا المنتج الآخر مدى به يقول لك هذا وش كاين يمشي في السوق. ذكر أستاذنا قبل قليل ألبسة، دوك لو كان روح على المحلات وأنا تحدث مع بعضهم يقول لك أنا لو كان جيب السلعة هذيك واسمحوا لي بين قوسين مستورة جزائرية وشابة وتقليدية ما تمشيش. صح. الله غالب شعبنا راهو يضغط عليه، تقول له بصح وانت، يقول لك بصح ما نخدمش. هذا نفسه راهو يمشي على باب الرسوم المتحركة او الرسوم الثابتة ان وافقنا استاذنا. حتى نسال الاستاذ كمال هو صاحب تجربة في ذلك ولها الكثير من المنتجات، وكذلك تحتك بالمنتجين سلسلة الانتاج هنا في الجزائر الى التوزيع، الى ماذا تخضع؟ بمعنى انه كيف تختار انت الموضوع؟ هل كما كان يقول أستاذنا كمال منذ قليل أنه الواقع يفرض عليك أنك تسوق صورة معينة لأنها هي اللي بين قوسين وكلام كما يقال ماشية في السوق، أم أنك أنت تخضع نفسك إلى جملة من الضوابط وفي سلسلة الإنتاج تخضع لها أنت شخصيا؟ هو بالنسبة للإنتاج أنا نوفق الأخ كمال صح، يعني قيمنا تجربة في الجزائر وثم رؤيتك أنت شخصيا. مش بالضبط، يعني أنا نرجع أول شيء نحكي لكم أنه في الإنتاج عندنا مشكلة، أنه دائما يلاحظوا أنه المشاهد أو الزبون يشوف دائما أنه إنتاجه هل يتقبل في السوق ولا لا. صح. هذه هي المرحلة الأولى. طبعا احنا باش نحولوا الأطفال تاعنا إذا كان تفكيره خاطئ باش ترجع الوتيرة الميزان يروح من اتجاه من مكان إلى مكان تاني أحسن وأرقى يقول يتابع أعمالنا الجيدة، يحتاج إلى قوة وجهد شوية كبير. يعني كبير يعني واتحاد كما قال لك. انا نرجع لنقطه نقول عليها انه هو حكى انه تضافر الجهود، لو اخواننا يعني قال مثلا يتفقوا مع بعض مش انتاج اشياء يعني سمعيه بصريه تكون موجهه للاطفال، نقولوا هذه النقطه جات، لكن عن طريق من يعني كاين اخواننا في غردايه مثلا داروا فيلم رسوم متحركه، وانا اقصدهم بالضبط داروا حضاره وادي بيزاب فيلم بكل يعني مقاييس عالميه وما شاء الله يعني وخرجوا وحطوه على يعني على اليوتيوب يعني اي واحد يقدر يطلع عليه ما شاء الله. كنت اتمنى اكثر يكون يعني عندنا يعني من مناطق ثانيه نعرفوا بتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا. المشكله انه دائما اللي نواجهها لما يكون انتاج عندك انتاج تقدر تنتج، انا مثلا حاليا عندي كذا انتاجات عالقين، لانه علاش لما تتوجه اي قناه يقول لك سبونسر وكذا وماديا، فهذه اللي يكون عائق. وايضا هو واش يلاحظ انه تكاليف الانتاج عندنا شويه عاليه، يفضل انه يجيبها من برا. علاه من برا؟ لانه اللي ينتجها في الخارج اول شيء يكون بتها عنده، ثاني شيء انه مثلا لو كان نحكوا على اليابان انتاجهم في الافلام والصور هذه يعني قصص مصوره وافلام رسوم متحركه هي ميزانتهم ميزانيه تبع البلد تساوي تقريب نحكي لك 25% من ميزانيه الدخل المالي للدوله. يعني تخيل انت احنا نحكي بترول نبيعوا بترول باش ندخلوا، هم لا في الرسوم المتحركه يبيعوا رسوم متحركه للعالم بصفه عامه ودخلهم 29 يعني بالنسبه للميزانيه تاعهم 29% الدخل تاعهم من الرسوم المتحركه تقريب ثلث يعني.
بالضبط. فيعني هما يعني لما يبيعوا بالسعر هذا البسيط، لانه عن جد راهو باعوا اكثر من دوله، اكثر من بلد، فيكون العائدات تاعو رجعت له بشكل يعني كبير. واكثر من هذا انه هو قبل ما يعرضوا للبيع على الاسواق الخارجيه يكون عنده في البلد دياله، هو اصلا يبدا بقصه مصوره كما حكينا، ينتج عدد واحد. وحنا نروح النقطه الثانيه، يعني يكون انتج عدد واحد، بعد ما يلقى رواج عنده يعني المتابعين، يلقى رواج كبير، يعني يخرجها رسوم متحركه، يوقف القصه مصوره، يخرج كذا حلقات، حنا هذه الحلقات يوصلوا لعندنا، يعني الناس يشوفوهم، بعدين يعاود يواصل ينتج هذه القصص المصوره. فاحنا لما يكونوا شافوا رسوم متحركه ويلقى قصه مصوره كما قال لك اخ يصير ربط بالضبط، فيروح يتوجه مباشره لهذا القصص المصوره. بمعنى انه الناس المسؤولين على الانتاج والتسويق في حركيه وفيه ذكاء كذلك وفيه احترافيه، ذكاء كبير، بمعنى انه استراتيجيه مبنيه بالضبط. هذه هي. واكثر شيء مهم جدا هو تضافر الجهود في العمل. يعني انا مثلا كرسام كمخرج ننتج في هذه المجالات، ماشي بالضروره ماشي نقدر نكون انا مسوق، ما نقدرش نكون انا مثلا في مكان ثاني، عندي وظيفتي صح. اللي يقدر يتحملها، فما انا يلزمني واحد ثاني هو اللي راح يكون يسوق وكذا، يلزمني واحد ثالث اللي يكون هو يساعدني ماديا، يلزمني واحد طرف ثالث، فهي عباره عن مجموعه مشتركه صح. هذا هو اللي همنا، تشارك تبعنا. يعني عندنا مجهودات ما شاء الله، لكن التشارك هو اللي خصنا. فباش نخدموا انتاج يكون قوي ويعني اعمال تكون هادفه، تضافر الجهود هو اهم شيء حاليا اللي خصنا في الجزائر. والطفل كما كان يقول الاستاذ كمال، تستقطبوا صح الصور الاجنبيه على الصور هو علاش؟ هو ماشي بالضروره تستقطبوا الصور الاجنبيه، هو الطفل الشيء اللي لقاه موجود في الشاشه، هذا هو المشكله. بمعنى انه الانتاج الاجنبي متواجد اكثر من الانتاج المحلي، متواجد اكثر من الانتاج المحلي، هذا هو. يعني ماشي انه مش مساله يعني جوده او بالضبط، لانه لو حبينا انه يكون مثلا الانتاج تاعنا احنا يكون احسن فقط نبتوه. وعندنا كثير افكار محليه قوية جدا، لو نعرضوها نلاقوا كثير يعني صدى، يعني عادي، وتلاقي الناس انه يحبوه بشكل رهيب. فقط احنا ما فتحناش الابواب للشباب تاعنا يعرضوا اعمالهم. كاين كثير شباب عندهم اعمال قوية جدا، ما لقاوش فقط اللي يساعدهم باش يعرض هذه الاعمال. او ببساطة لو كان نحكوا مثلا شركة، كاين شركة كثيرة يعني تنتج بدون ما نذكروا الاسماء، كاين يعني بتضافر الجهود قدروا ينتجوا مثلا سيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كاين فيلم رسوم متحركة موجود، بس لكن هو كان عبارة عن شراكة ما بين قطر ودولة ثانية على ما اظن ازياتيك يعني اسيويه، نسيت الذكر تاعها، لكن تشارك بيناتهم انتجوا السيره النبويه على اساس انه شيء جميل. احنا الان حاليا في الجزائر نقدروا نقوموا بعمل مثل هذه وعادي، فقط كما قلنا تضافر الجهود هو اللي يخلي هذا. ونرجع للنقطه اللي حكيتها، الطفل الان يهمه الجوده ويهمه الجمال الشخصيات وكذا، هذا الشيء متوفر، والادبيين متوفر ما شاء الله، عندنا يعني ما شاء الله كتاب الله يبارك بالضبط، واصوات رائعه موجوده وحاليا في الجزائر وكاين تواصل معهم. يبقى فقط تضافر، يعني واحد يكون مسؤول هو اللي يقدر يجمع هذه المجموعه وينتج ايش يكون ان شاء الله فخر للجزائر. لازم منتج كما كان يقول الاستاذ عنده في داخل راسه المبدا الرسالي، بما انه صحيح. لا يحسب يعني كل شيء نقود، معنى انه يزيد من عنده شوي صحيح، وهذا اللي ينقصنا لانه نخدموا رساله بالضبط. ناخذ اتصال ونرجع لكم ان شاء الله. خونا احمد، السلام عليكم. احمد من العاصمه، السلام عليكم. السلام عليكم اخي يمين، مرحبا بك. هذه غيبه اخونا احمد. لا راني داير اتصال برك شويه طيب، ولا راني دائما نتابعكم ودائما نشاهدكم اخي امين يا اخي. الصحه لاباس، كل شيء الرائعه في قناه القران، ربي يحفظك خونا احمد، تفضل ومرحبا بك. الله يحفظكم ويحفظكم القناة هذه إن شاء الله. اللهم آمين وإياك. تحية ليك والأساتذة كمال وكمال والأستاذ محمد الزغداني. كل عاملين معك في هذه الأمسية في هذه القناة المباركة الطيبة. والله الموضوع شيق، موضوع جميل جدا أخي يمين. ربي يحفظك. فيما يخص عن باش نربيو أبنائنا والتنشئة هذه، لابد كما كان ذكر الأساتذة يعني الصورة تكون تعبر. تعبير يعني بصدق. باش تجرب الطفل هذا ونجيب ابنائنا على تربيتهم على استنشاء المبادئ والقيم. مثلا الاستاذ محمد الزغداني اعطى صوره يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم رسم خريطه في الارض ورسم طريق مستقيم وقال هذا سبل الشيطان وهذا طريق مستقيم. صوره تعبر يعني هذه بالنسبه للكبار. اليوم يعني ابنائنا للاسف شديد يعني كاين راهم يتبعوا في واحد القنوات، ذكر الاستاذ محمد الزغداني جزاه الله خير كل خير، هذه القنوات تبثها للسموم وابنائنا يعني هذا ترجع الامر للاولياء، الوالدين لازم يراقبوا ابنائهم ويشوفوا خونا احمد يشاهدوا. خونا احمد كما ذكر كان مرق الاستاذ كمال لازم يكون احمد في شريط لازم يقعد مع الابن تاعو احمد على الاقل. احمد والله يا اخي يمين شوف نحكي لك يعني هذه قصه انا شاهدتها يعني بوجودي
ذات اليوم وجدت ابنائي شاهدوا في قناه القران في رسوم متحركه. الشريط هذا يحكي عن نبي من الانبياء. واحد فيهم سالني قال لي يا جدي هل موسى كان هكذا؟ قلت له نعم. شوف يعني كيفاش التاثير يعني تاع الصوره هذه وقصه يعني القصه والصوره. في جوج يعني بمعنى اخونا احمد اخونا احمد لازم نرافق الابناء كذلك، لانه فيه اسئله يطرحها الابن، لازم على الاقل الولي الاب او الام يكون ولو محيط بشيء من ذلك المحتوى. نعم هذا هو المطلوب، هذه النقطه اللي حبيت نشدها، لابد الوالدين يكونوا يراقبوا ابنائهم حتى يعرفوا واش راهم يشوفوا، على الاقل يعني يوجهوهم يعطيهم يعني امثله لها، حتى مثلا كما نقول يعني الصور تاع الحيوانات، شوف يعني شارك عقدتهم مجاني، يعطي نموذج، يعطي عبره للابن، تعطي له نظره يعني على هذه التصرفات هذه، هذا في الحيوانات. صح. وتاخذ من الحي يعني هو الابن ياخذها بعين الاعتبار باش يتعلم بها العلم على البشر. صح. هذا هو المطلوب يعني انا والله يعني جزاكم الله خير على ربي يبارك فيك خونا احمد. احنا ربينا ان شاء الله يعني كل اولياء يعني ينتبهوا الامر هذا ويراقبوا ابنائهم ويتابعوا ابنائهم حتى يكون في شيء او يكون جيل صالح ان شاء الله. جزاكم الله خير، كل خير اخي. ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك اخونا احمد على هذه المشاركه. عودة إليكم، توقفنا في نقطة الإنتاج وما يعول عليه المنتج حتى يسوق إنتاجه، وقفنا في النقطة التي تعرقل هذا الإنتاج حتى يصل إلى الآباء والأمهات والقائمين على حقل التربية. صح بالضبط، هي كما حكيت كاين نقطة مهمة، أنه حاليا نسبة الوعي أنه فائدة الرسوم المتحركة وقصص مصورة لأولادنا ما زالت هذه ضعيفة شوية من ناحية يعني الدعم، لانه لما لاحظوا انه لقاو الدعم في الجزائر الموجه مثلا افلام ولا موجه لاشياء ثانيه اكبر من الدعم موجه للاطفال، فالطفوله شوي ناقصها من هذا الجانب الدعم، حتى انه ما نلقاوش كثير اشياء مثل هذه، واكثر من هذا لازم اهتمام بالضبط، واكثر هذا نكون نحكي حتى من ناحيه التزام، مثلا نحكوا فنيا بين قوسين لا على سبيل الفخر ولا انا نحكي مثلا عن نفسي، انا نذرت لنفسي انه رسوماتي تكون ملتزمه. صح. معناتها يجي لي واحد يعطيني مثلا سيناريو معين نقول له ملاحظه، امها الام مثلا في القصه نرسمها يكون حجاب، قولي لا، قول له هاي لما يشوف الجوده اكيد حيوافق، لكن اغلبيتهم يروح يعاود يرجع يقول لي اوكي معلش ماشي مشكل قابل وكذا، لانه انا ندفعه انه يرسم شيء هذا يعني على كل حال الجوده هي اللي تحكم، فلما يشوف الجوده نقول له جوده يابانيه خير اي رسوم يعني اذا قارنها بالضبط، خير انا نقول له لا خير حتى الطابع اللي راك حاب ترسم به الرسوم نخدم لك نفس الطابع ما عنديش مشكله، فقط انا منضبط انا في عملي منضبط انه يكون ملتزم يعني ما نخرجش خالص، لانه انا عارف انه هذه رسالتي موجهه للطفل، فإذا أنت حبي تدعم رسومات عادية راه كاينين بالملايين يعني. خاصة وأن هذا الرسم الذي ترسمه أنت من صميم عمق الشعب الجزائري بالضبط. فولارة حاجة واسعة حسب القيم مؤخرا يعني... بالضبط مؤخرا بالضبط. عندي تقريبا أسبوع جتني قصة من أمريكا، واحد يدرس وكذا حب يرسمها، فقال لي نحب نرسم وحدة عجوزة وكذا، قلت له ماشي مشكلة رسمتها له شوية بالفولارة وكذا، قال لي غريبة ماشي متعود عليها لكن قبلها عادي يعني، قال لي عجبتني حسها إبداعيا يعني، شوف هو غريب بعينينا حسها إبداعيا عجباته لأنه ألوانها كيف وكذا، قال لي قابلها خليها عجبتني لأنه حبيت شخصية تكون مبتكرة، مع أنها مستورة كم يعني وكأنه محجبة شوية بالفولار وشعرها ما يبانش كامل، أنا نفرض عليا هذه اللمسة، لكن هذه اللمسة لو كان كنا نتعاون احنا الجزائريين نخرجوا حاجة يعني وحتى تعتز بقيمك وتسوق لقيمك كذلك كما يسوق الآخر، مع أنه قيمك هي الأقوى وقيمك هي الأفضل. صحيح. فلماذا لا تستغل هذه المهارات وهذا الباب لتبليغ هذه الرسائل؟ تفضل أنا كمان. في قبل سنوات سمعت حوارا في بعض دول المشرق العربي حول بعض المنتجات في خاصة في الصين واليابان، كاين إشكال عندهم هم أيضا نقاش كبير حول القيم في الرسوم والقيم في الافلام، يعني عندهم اشكال حتى في الالبسه، هل نسوق لالبستنا لانهم هم ايضا صحيح. عندهم لبس طويل تاع هذيك المراه ولهنا بالكمين، عندهم ايضا يعني ثقافه، لو كان نشوفوا ثقافه الهند كيف يرسمون وكيف يعني اشكال الموجوده عندهم، ليست هي في امريكا ما هو عيب في الهند ليس هو معه في امريكا، في امريكا في اسيا غير ذلك، عندهم مشكل كبير حتى في طريقه الاكل، يعني كاين صراع بين الحضارة العادات والتقاليد لكل بلد مع حضارة هذه، واش نقول لك انا العصرانة الحديثة العولمة هذه ضربت كل شيء، حتى القيم الموجودة في بعض الدول الأخرى التي لا تعبد الله عز وجل الذي نعرفه، تعبد آلهة أخرى، ولكن هم أيضا يشعرون بأن هناك وافد غربي يؤثر فينا،
يعني هو ماذا به يرسم جابوني كما نقولوا حنا ياباني ولا صيني بالشكل تاعو الحقيقي. صح. ما يحبش هو اعظم شخصيات الكرتونيه الموجوده مرسومه امريكيه ذات الشعر كذا والعين كذا ولون العينين، فهم يحسوا بان كاين حاجه وافده علينا ممكن ان تدمرنا. هذا الذي نريد ان نقوله نحن، احنا ماذا بنا هذه الصور وهذا يكون على الاقل قريب لشخصياتنا وقيمنا وعاداتنا. في حديث مع بعض الرسامين يعني الكتب يرسمون بعض الكتب يعني شريط المصور، وحضر معنا في قناة القرآن الكريم قبل سنوات وكان يرسم لنا، نتحدث معه قال لي استدعيته، قال يعني لم أجد هنا إعانة من طرف بعض الذين اتصل بهم، طبعا كاين ترحيب على مستوى الرسمي لكن الأموال هو المشكل، فنودي من طرف بعض دول المشرق الغنية وهو الآن يعني يرسم الكتب التربوية الموجهة للطفل بموافقة العادات والتقاليد ذلك البلد، سواء قاميص قندورة ولا لا 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 إلى غير ذلك، شماخ إلى غير ذلك، يعني نحن نحتاج إلى تشجيع. أنا أتكلم باسمهم، أنا أشعر بما يشعرون، يعني لو ضربنا أحدهم بإبرة لنطق وقال أين من يسعون من أجل خدمتي عاداتنا وتقاليدنا وتاريخنا وقيمنا، نحن هنا مستعدون وأنا متأكد بأنهم سوف يساعدون في صح. تقريبا في سبيل الله، يعني انا اشعر بذلك، لان الان التسويق هو لما يجي يرسم ما كانش يجي واحد يقول له انا هذا الرسم ما يوافقنيش ما يمشي ليش. اذا كان ما يمشي ليش معناتها احنا حتى الان في قناه القران الكريم نهضر واش يحب الشعب، ومش الشعب الجزائري اقصد، يعني اختار فئه معينه اللي عندها افكار مخربشه يصنع كذلك الذوق يصنع، بمعنى انه لو اتفقت كل وسائل الاعلام على صناعه ذوق معين على الارتقاء بذلك هذه اللي حبيت نقولها، ربما سيصير لهذا الذي يرسم بالتزام سيكون له ربما ذلك السوق الذي يبحث عنه. بالضبط. نعم. انا اوافق في هذا ونزيد لك ملاحظه مهمه كفنان، اهم شيء انك تعرف تاخذ اشياء ايجابيه وترك سلبيه. في كثير ناس لما يرسم لك شخصيه معينه ياخذها تحسه ياباني. هذا خطا. فلما مثلا لما ناخذ شخصيه ما ناخذ شخصيه، لا تاخذ الجوده، تاخذ الجمال، تاخذ الالوان، بالضبط التقنيات، هذو اهم شيء. لما تاخذهم وتعرضهم على الطفل راح يحس شيء مميز في هذه الرسمه، بغض النظر انه تعملها له. صح. هي اكيد لازم تكون يعني فيها تقاليدنا، فيها عاداتنا، فيها الرمزيه تاعنا الجزائريه، فراح يحبها يحس انه هذه رسمها ياباني، هو يحس انه رسمها ياباني لانه اخذ الجوده واخذ الالوان والجمال. هذا لما تاخذهم خلاص الطفل هنا تغيب هالو، يعني خلاص لانه اعطيت له الشيء كبديل على الموضوع اللي هو يعني كان متجه له. الشيء الثاني حبيت نحكي لك فيه انه نقطه مهمه، انه لما نعرض الاشياء على مثلا على الاطفال تكون بصفه عامه، يعني احنا اللي نحددوا له واش نمدوش مندوش بطريقه ذكيه، لازم نعرف فاش نغيله من موضوع لموضوع ثاني. هذه اللي حبيت نحكيها لك فقط. في نكته صغيره نقدمها لك. لما كنت في ماليزيا كان عندي مشروع جاني وانا نخدم فيه، هو كان بالفرنسي على كل حال، فسألوني السؤال قالوا لي تعرف هذا المشروع لمن موجه؟ قلت لهم قالوا لي الجزائر، يعني انا في ماليزيا وما على بالهمش، حتى اللي جابوا المشروع ما على بالهمش، يعني انا في ماليزيا نخدم مشروع بالفرنسيه للاطفال موجه للجزائر، يعني رحت المسافه يعني بالضبط شفت المسافه شحال كبيره يعني. فهذه نكته صارت لي وضحكت عليها، هذه كانت يعني قبل سنتين، فعن جد يعني ان شاء الله يكون فيه اهتمام بهذا الجانب هنا في البلد. الاخت فاطمه من المدينه، السلام عليكم. السلام على بركاته. اهلا بك اختي فاطمه، تفضلي. السلام عليكم اخ يمين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم الاستاذ كمال تواتي. وعليكم السلام. الاستاذ محمد زغداني. مرحبا. والاستاذ كمال قديم. مرحبا بك في عائلتنا اليوم. ربي يبارك فيك ان شاء الله. وربي يعاونكم على واش كتقدموا. امين يا رب. نسلمك. الموضوع كان شيء رائع اللي كديروا فيه اليوم. تفضلي اختي فاطمه. لك الفضل اخي يمين. واش قال الاخ، واش قال الاستاذ كمال تواتي صح، يعني لو كان نعاود نولوا الصور تاع التقاليد وكان نشفى انا احتواني في الاربعين درقا نبدا نحمل هذوك الصور تاع السبعينات وتاع الثمانينات، يعني في الكتب. الاخت فاطمه، كانت الاخت فاطمه كانت طبق للعائله المعيشه اليوميه. الاخت فاطمه يشوفنا كيفاش. فاطمه نعم. اسمحي لي نقاطعك حتى اسالك سؤال حتى نوجه يعني المشاركه تاعك ونستفيد منها ويستفيد كذلك. نعم. المشاهد. انت فاطمه وش هي الرغبه تاعك لما تشوفي ربما رسوم متحركه؟ وش هي القيم التي تبحثين عنها لابنائك او لمن في اسرتك؟
بمعنى هل تحبي مثلا وش تتمنى تشوف هذيك الرسوم اللي تأتينا من الخارج أم أنه تفضلي حتى ويكون إنتاج جزائري وفيه القيم بتاعنا؟ لا لا اسمح لي أخي يمين مع احتراماتي مش حافظ كيفاه ولكن نحب كل ما هو وطني. نحب تاع الرسوم اللي كانت في قلت لك انا في الاربعينات في راني في الاربعين ولكن نحن لهذوك الرسوم تاع السبعينات تاع الطرب تربي اللي صح كما كان يقول الاستاذ كمال تواتي ربي يحفظه ربي يجازيه ان شاء الله على واش يقدم وصح غادي نحكي من واقعنا كنا الرسوم نتعلموا منها نشوفوا الحق الشر ومن بعد ينتصر الحق على الشر والتربوية كيفاش الطاعة من الزري من الرسوم هذه كيفاش يتعل كيفاش باش يجمعوا الأمة تاعهم كيفاش يربي كيفاش حتى كيفاش ياكلوا كيفاش يبداوا بسم الله كيفاش كمل يا واسمو كانت تربي الرسوم كانت بالرغم اللي كانت واسمو ولكن تربي ولكن من الخارج اسمح لي أخي يمين خلاص اخلاقه راه واش يشوف الرسوم عكس واش راه يعيش صح بمعنى اختي فاطمه الابناء اليوم راهم محرومين من هذا النوع من الرسوم صح هي المنتج كما كان يقول اخ كمال تواتي وان شاء الله نتمنوا من احسن كما كان يهضروا صح واسمو الماعيشي ولازم سيوله ولازم هكا المال يعني راه بزاف باش تنتج حاجه وطنيه يعني ولكن نتضامنوا مع بعضنا وهذو ناشنا شوف ما كاش انت حياتك بديت البارح خد وتبدا اب ولا سبحان الله راك اب انا مانيش عارفه يبقى كاع معنيين بهذا الامر صح اختي فاطمه بارك الله فيك شاركتينا في النقاش اسمح لي اخي يمين الكلمه الاخرى الكتب تاع السبعينات لو كان نحطوا الجيل نحطوا له كتاب من اليوم صور اللي في الكتب تاع اليوم وتاع السبعينات نعاود يا حبذا انا راني متشوقه لو كان نعاود ما نكذبش عليك نعاود نقراها عاودي تقرايها او ينتجها استاذنا كمال خليل الله في شكل شريط في شكل شريط مرسوم نعم قلت لك او يعاودها لنا الاستاذ كمال مختص في شريط المرسوم يعاود يرسمها لنا بطريقته بابداعه يا حبذا ان شاء الله يا حبذا ان شاء الله وجهك مشروع نتمنى من ماليزيا واندونيسيا هذيك من يومياتنا يتربى عليها الطفل واش يعيش في يومياته صح يشوف في الكتاب واش يعيش في يومياته يشوف الرسوم المتحركه ما يوليش عنده تناقض هو عايش حياه وعايش وضع ويشوف وضع واحد اخر خلاص النشأة نتاعنا خلاص ما بقاش عنده ولكن قلت لك لو كان هاو كمال تواتي يعني ما يفوتنيش بزاف ومحمد زغداني ربي يحفظهم لو كان يفكروا الكتب اللي كنا نقراهم في الابتدائي واش كان فيهم صور صح كان من الواقع الحمد لله كنا نتربى وكنا نشوفوا دوك واسمو يعني الجد الامور بزاف كانت من الواقع ما عندوش تناقض صافي امتداد المجتمع الجزائري ما عندهمش واسمو بزاف ولكن كانوا ناس بساطة ولكن الحمد لله ربوناش خرجوا اجيال الطبيب الاستاذ الحمد لله بهذوك الرسوم كانوا يعاونوا الاولياء في التربيه أختي فاطمة بارك الله فيك على المشاركة ربي يحفظكم وربي يعاونكم سنأخذ بعين الاعتبار هذه المشاركة وما ورد فيها من أفكار التوفيق إن شاء الله يا رب وإياك إن شاء الله بارك الله فيك أخي يمين دمتي وفية بارك الله فيك سيدتي الكرام أستأذنكم وأستأذن المشاهدين الأفاضل فإن نتوقف مع هذا الفاصل الإنشادي نعود بعده لمواصلة النقاش عن الشريط المرسوم كيف نغتنمه كوسيلة تربوية
تحية متجددة إليكم مشاهدينا الأفاضل من هذا المباشر برنامج مفاتيح الذي يتوجه إلى الأولياء والمربين عموما. يأتي الأمسية أمسية الثلاثاء التي نناقش فيها موضوعا تربويا عن الشريط المرسوم، كيف نغتنمه كوسيلة تربوية. وصلنا إلى أو ناقشنا الكثير من النقاط بخصوص الشريط المرسوم. توقفنا عند الأخت فاطمة من المدية، تحدثت هذا سؤال وأرجو أن تجيبني عليه الأستاذ كمال باختصار شديد. قالت على اليوميات، هل تعتمد فقط في إنتاج هذه القصص والشريط المرسوم سواء كان متحركا أو كان عاديا في شكله الورقي، تعتمد على قصص يعني تاريخية أو خيالية، أم يمكن تضمين ما يعيشه يوميا الطفل؟ يعني قصة مستوحاة من الواقع، يذهب إلى المدرسة مثلا، يخرج يركب الحافلة إلى غير ذلك، هذه الأحداث هذه ممكن تضمينها مثلا في شريط مرسوم. هي مو عادي، يعني أي إنسان يعني أي فنان يقدر يخير يعني أي مجال يختاره. بالنسبة لهذه موجودة يعني على التواجد، يعني موجودة أصلا، وممكن في القصص موجود تلاقيها. كاين قصة اسمها عمي عمر مثلا، تلاقيها هكذا أي يوميات طفل عادي جزائري ومع الأم ديالو والوالد وعنده جده وعنده عمه عمر هكا شوية. هذه يمكن أن تجذب الطفل ربما أكثر. أكيد عادي لأنه واقعية وفيها جانب فكاهي شوية، لأنه العم هذا شوية واعر هكا تاع زين مثلا تونغا وهكذا، مع أنه فيها التزام عنده جدهم هكا يتقلق ولازم كيزعف جدهم لازم ما يتحركوش هكذا، والام عندها احترام تخاف لازم صباح ربي كينوض لازم القفه تكون واجده. فيوميات انا حب يعني لما اشتغلناهم، هذه من انتاجك؟ من انتاجي اشتغلناهم، كان في لازم نربطنا ما بين الواقع تاعنا وشويه رجعنا شويه الايام زمان، يعني شويه لانه الجد من عصر شويه تاع جدودنا يعني، والعصر الجديد طفل جاي جديد، فتكون في بيناتهم هذه الثقافه شويه المختلفه. فحطينا قصة، كاينة هذه قصة يعني موجودة فيها هذه إن شاء الله كثروا منها حتى الأخت فاطمة ترضى إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيك أستاذنا. في زمن التكنولوجيا ربما تعتمدوا على التقنية وتستعينوا بالتكنولوجيا كذلك، ولكن يتزاحم كذلك الآباء والأمهات يجدون صعوبة في إقناع الإبن بشريط مرسوم. هو التحدي هو الجمع بين الاثنتين. الآن للأسف الشديد أيضا الشريط الإلكتروني أو اللعبة الإلكترونية الآن إلى حد الآن لا أستطيع أن أعطي نسبة، ولكن نسبة مرتفعة جدا، كله وافد. يعني المنتج المحلي العربي الإسلامي موش الجزائري، قليل جدا. تتحدث عن ألعاب الفيديو؟ ألعاب الفيديو، الألعاب الإلكترونية بشكل عام اللي راهي موجودة على مستوى اللوحات اللمسية ولا على مستوى الجهاز الكمبيوتر ولا ما يستهوي أبنائنا الآن من هذه الألعاب المختلفة، البلاي ستيشن والإكس بوكس وغيرها من هذه الأجهزة المخترعة حديثا. نتصور أنه 99.99% منتج غربي، حتى باللغة التي لا يفهمها أبناؤنا يحسنون ربما تحريك الأزرار حتى يلج ويدخل اللعبة ويتمكن من الانتصار على في كل مرحلة من مراحل، وكل مرحلة تفضي إلى مرحلة أصعب منها، كلها غربية. لماذا لا يكون هناك مع اهتمامنا بالشريط المرسوم والرسوم المتحرك؟ نعم، لاحظ نضيف له اذا نضيف له كلام اللي قالوا. نعم، الاشكاليه وين؟ لو كان نقول لك باللي كاين جهود جزائريه تعمل في هاي المؤسسات اكس بوكس بلاي ستيشن، يعني تخيل قدرات يعني الكفاءات موجوده، والاطارات موجوده، تضطر انه لانه هو يحوس على وظيفه ويحوس انه قدراته يبرزها. نعم، حبيت اقول له انه كاين يعني نعرفهم واشخاص معروفين ويشتغلوا عندهم ينتجوا هاد المستشفيات بالضبط، التطبيقات والسيديهات والالعاب. فتخيل يعني انا وافقتك ونضيف على هاي الشيء المحزن، يجب اعاده توطين هذه الكفاءات من خلال استراتيجيه كذلك للانتاج والتكفل بتسويق منتجاتهم. نعم، اسمح لي اخي من هي، لانه هذه الرسوم المتحركه ولا الاكس بوكس ولا غيرها من هذه المنتجات لم تعد مجرد لعبه، انها صناعه. صح، وصناعه ثقيله، ماشي من صناعات خفيفه، صناعه ثقيله. يعني اذا كان نقولوا مثلا صناعه المعادن واستخراج البترول، هذه الصناعات الثقيله توازيها صناعه هذه المنتجات التي نراها موجهه للطفل الصغير، لكن ما تدره من ارباح لا يتصورها عقل. الالعاب الالكترونيه ايضا تحتل مساحه كبيره جدا من الميزانيات التي ترصد لها. الرسوم المتحركة، أفلام الرسوم المتحركة وليس الرسوم المتحركة القصيرة المدى، هذه لونج ميتراج كما تسمونها أنتم، الأشرطة طويلة طويلة،
يعني راهي ترصد لها ميزانيات كما ترصد لهوليوود ولا بوليوود ولا غيرها من المؤسسات الكبرى. فحتى تجابها أنت هذه العمالقة وهؤلاء العمالقة لابد أن تكون لك قوة مكافئة وتوطن تلك الكفاءات اللي موجودة على مستوى كل هذه المؤسسات وتصنع منها فكر. لأنه الذي لا نراه من خلال جهاز التلفزيون ولا الرسوم المتحركة ولا اللعبة ولا غيرها هو تلك الأفكار التي تقف وراء هذه المنتجات. لأنه حينما نتحدث عن جزائري ولا شاب جزائري متخصص في اختصاص معين يعمل في مؤسسة معينة فهو أصبح عبارة عن وسيلة للإنتاج، لكن الذي يحمل الفكرة ويسوق الفكرة ويرسم لها السيناريو الذي كان يتحدث عنه الأستاذ في البداية هذا أيضا هو عقل مفكر. مطلوب منا أن تكون لنا عقول مفكرة مثل هؤلاء يرسمون الخطط بعيدة المدى وقصيرة المدى ومتوسط المدى، يدرسون نفسيات الأطفال، لأنه هذا الإنتاج مش مجرد شيء اعتباطي من أجل من أجل أن نجوز به الوقت ولا نشغلوه بشيء معين، لا، هو بناء تراكمي يبدأ من الأقل إلى الأعلى حتى نوصل الشاب هذا اللي عمره 25-30 سنة وهو يتابع الرسوم المتحركة منذ عمره سنتين، نشكله تشكيلا بشخصية معينة بتفكير معين هل يقبل الحوار أو لا يقبل الحوار، هل هو قابل للاستعمار أو غير قابل للاستعمار، قابل للاستحمار أو غير قابل للاستحمار، يعني لأنه هذا علم. صحيح. ولم يعد العلم أو الاستعمار لم يعد بالحديد والنار ولا بالأسلحة الثقيلة، إنما أصبح بسلاح الثقافة الذي تبث من خلال الوسائل التي ننفق عليها نحن من أموال طائلة. كل أب الآن ينفق دينار واحد في شراء أي جهاز من الأجهزة نسبة كبيرة منه تعود لهذه المؤسسات العملاقة والضخمة لتضخ مرة أخرى في سوقنا أفكارها بأموالنا. صح. فلا بد من أن نتنبه حتى نربط هذه الحلقة ربما المفقودة هي حلقة المفكرين منا كمسلمين الذين يرسمون خططهم أيضا ويستخدمون ويوطنون هذه الكفاءات من أجل أن تنتج منتجا يتوافق مع قيمنا يرقى إلى مستوى التنافس مع الآخرين. لأنه كما كان يذكر الأخ كمال في البداية يعني يجيب منتج هذا محلي ما نقولش جزائري عربي ومسلم وهذا منتج غربي ياباني ولا غيره لا مجال للمقارنه، يعني حتى لا نكذب على انفسنا حتى ما رايناه من الرسوم المتحركه سيمبا هذه الرسوم المتحركه اليابانيه تم توطينها بشكل اخر، يعني دبلجته وتغيير المحتوى لما يتوافق مع نعم يعني تشتري الحقوق البث وتغير في الحوار الموجود داخل وتبث في هذه المعاني الإيمانية التي كنا نراها، ولو أننا استمعنا إلى النص الأصلي لا وجدنا ربما حوار هندوسي ولا حوار من ديانة أخرى أو لا ديني إطلاقا. فهذا النوع من التوطين هو جيد ولكنه لن يبلغ مداه مثل ما يبلغ الإنتاج الذي تنتجه أنت بشخصيات أنت ترسمها هي مألوفة لدى الطفل العربي ولا الطفل المسلم والطفل الجزائري، فتكون الرسالة أبلغ وتكون الصورة أكثر تأثيرا وأكثر قبولا بالنسبة لي وتستطيع أن تغير من خلال هذه الرسوم المتحركة. كاين نضيف على شيء تفضل لك، كاين استراتيجية عملوها مش متذكر إذا كانت قطر ولا السعودية أنهم رسموا وضعوا شخصية هي خليجية بصفة عامة خليجية. صحيح. حطوها في وسط لعبة قتال أنه وهي كانت لعبة معروفة يعني وصلوا أصلا المرحلة السادسة من النسخة السادسة طبعا، حطوا شخصية إماراتية باش تكون معروفة من ضمن اللاعبين كلهم بطريقة ما نقدرش نوافقهم ولا نرفض هذه الاستراتيجية، لكن الشيء الجميل أنه لما يكون هذه اللعبة هي معروفة عالميا فحطوها باش تنشهر، يعني الشخصيه تنشهر ضمن هذه اللعبه، بعدين سحبوا شخصيه وحدها من اللعبه كاملا وعملوها في شارع مرسوم ثم بالضبط عملوها فرع ثاني والشخصيه لانه كانت مشهوره فبدات على الحال الناس ولات مقتديه به وعملوا له الان بيئه خاصه انه هذا هو اصلا سعودي وشخصيته كذا وتفاصيله بيصلي وكذا وكذا وكذا. فالطريقه استراتيجيه فقط كما قال الاستاذ الانتاج البديل بدل باربي تكون فله وبدل فلان يكون علان، يعني مهم جدا يعني حتى إذا كلنا نحن شخصيتنا وبصمتنا التي ينشأ عليها أبناؤنا ولا ينشأ على أفكار الغير. ولكن دائما اسمحوا لي تكون ردة فعل أكيد بمعنى أنه فيه النسخة الغربية فيه النسخة الإسلامية أو فيه النسخة العربية، حبينا لو كان تكون المبادرة وتكون يعني يفرض الشخصية هذيك بغض النظر عن هل فيها ما يوازيها من الغرب من شخصيات أو غير ذلك.
أعطيك السؤال ثم أنت حر في الإجابة، ربما لك إضافة على ما قاله الأساتذة. تحدثنا على أنه تحدثنا كثيرا عن الأولياء، كذلك المؤسسات التربوية، الأستاذ أو المعلم أو حتى المدير، هل يمكن أن يغتنم هذا الشريط المرسوم خصوصا في شكله المطبوع الورقي إلى غير ذلك، يغتنمه ولا ربما يهمشه كوسيلة تربوية كذلك، لأنه أبنائنا يقضوا فترة كبيرة في المؤسسات، كيف يغتنم هذه الوسيلة كذلك؟ أفضل وسيلة اغتنام هو أنه وزارة التربية والتعليم ينبغي أن تعنى بمثل هذه الأمور. احنا نسمع بأن وجود كثير من المكتبات في حصة المطالعة كذلك والمطالعة مثلا. أعرف بعض المدارس يعني عندهم يعني أساتذة متخصصين في المطالعة، خاصة بعض المدارس الخاصة يعني. فيعني يفترض أنه في كل مؤسسة مكتبة وتعنى بمثل الشريط مرسوم. أنا أفضل نقول أساتذة اللي راهم يروحوا المعرض الآن اقتنوا أفضل القصص والرسومات الموجودة، حطوها في الرفوف وما تستهزاوش، وحطوها في أوقات فراغ ربما للتلاميذ. يعني أنا أفضل بكل صراحة حتى النهار تكون تصب الشتاء كما نقولوا احنا النو، لما تكون ينزل المطر مثلا أو تأخر أستاذ ولا وزعوا عليهم القصص. أنا أفضل أيضا إبداعات أخرى، التلاميذ اللي حقوا سنة خمسة ولا اللي في المتوسطة من المؤكد أنه عندهم رسومات خاصة بهم، تأليف بارك الله فيك. علاش ما نشجعوش التلاميذ بينهم وبين بعضهم؟ قال التلميذة فلة والتلميذ ياسين والأخرين هم من أفضل الرسامين في المؤسسة، هادو بسبتهم راح يكونوا إن شاء الله بإذن الله مجلة خاصة، واللي يكونوا ناجحين عندهم نخلدوا لهم هذاك الاسم تاعهم في الرف، وتبقى كل سنوات كل سنة بعد سنة يقولوا يتشجعوا أنهم هما يرسموا، التلاميذ اللي يرسموا إنتاجهم وحوارهم وأفكارهم، وتكون طريقة إبداعية باش التلميذ يروح. الآن روحني لأي تلميذ في المتوسطة الله يفتح عليك قولوا شو من رسوم تبع، شنو أنا تبع رسوم حسبتني طفل صغير، يجي لك أسماء تاع أفلام عمرك ما سمعت بها، قولك لا أنا نتفر مع بابا كذا وكذا، أنا شري لي سيدي الخراني تاع كذا وكذا، لا هذاك اللي مازال ما خرج شفته في القناة الفلانية تسمى مشفرة ولكن عرفنا كيفاش جيد وقدرنا نتبعوا شبابنا. هل راهم يمارسوا طفولتهم؟ أنا نبكي خويا نقول لك صح، انا نشوف كثير من الاطفال والله طفولتهم مدمره بسببك انت اللي راك تشوف فينا، وانت يا اذا كنت تقاعد وداير رجل على رجل وراك تشرب في القهوه ويتفرجوا معاك ولادك صغار في اشياء كبيره عليهم في العقليه في الحوار، كوابس العياط الدماء زومبي رايحين جايين سمحوا لي يعني ما راش نتابعوا الفئه العمريه، ما راناش نتبعوا، وحنا درك نقولوا روح تبع شريط مرسوم عباك رانا تكون ذكرونا في اشياء، يقول لك شنو حبيت ترجعني باكري. الان هو راه شوف باللي متطور ما دام راني نتبع في اشياء اكشن، راهي كل حاجه راهي اكشن في اكشن. الان الاستاذ اللي كان يتحدث لنا على الترجمه هذه، انا كنت مخمم مع روحي استاذنا قلنا هذه تاع سيمبا يعني هذه المؤسسه اللي رسمت ودارت الانتاج الرسوم، لو كان يفيقنا هو راهو فايق على كل حال، علاه ما يزعفوش كيشوف بان المنتج كان يدير باللي الرب والاله هو الرعد ونابتون وبلوتو وزحل ولا لست ادري جريندايزر داير بلي هذو هما الالهه، وبعد يشوف بلي انتهى تعاود دبلج فيها ودخلها تقول يا الله اللهم انزل علينا الغيث. هذا يعني هما راهم على بالهم بلي كاين تغيير، لكن لماذا لا يعارضهم؟ معناها تعارض ثقافتهم الماده صح بالضبط، دوك هو مادام راهو ربح والعكس ماذا به يزيد يبيع لك ويدير واش تحب، يفكر تفكير مادي، احنا ما فكرنا لا تفكير مادي لا تفكير تاع القيمه صح بارك الله فيك. حتى نعرج على المهرجانات الخاصه بمحترفي الشريط المرسوم، ونحن في الطبعة العاشرة الآن لهذا المهرجان ينظم كل سنة. قيمة هذا المهرجان بالنسبة للمنتسبين إلى هذه المهنة والمحترفين محترفي الشريط المرسوم، هل فيه فائدة بالنسبة إليكم؟ ما هي الفائدة التي تلمسونها دائما في هذه الطبعات المتتالية؟ يعني التقييم من خارج داخل، يعني أنت فيه ولكن تشارك كمشارك. أكيد أكيد، هو فيه إيجابيات وفيه سلبيات. طبعا نبدأ بالإيجابيات أحسن. بالنسبة للإيجابيات من أهم الأشياء أنه في تقريب يعني الأشياء كثيرة، مثلا الوسائل، مثلا إذا كان واحد فنان ولا أي واحد يحتاج إلى كتب معينة فتكون منطقة واحدة يجتمعوا فيها كثير من الكتب، يجتمعوا فيها كثير من الوسائل، يجتمعوا فيها كثير من الأشياء المهمة اللي يستحقها أي طفل ولا أي واحد فنان أو أي واحد يعني يهمه هذا المجال. ثاني نقطة حتلتقي فيها مجموعة من الشباب المهتمين، يكون في عبارة عن تواصل، مرات تلاقي فيها احتكاك مثلا حتى
اطفال صغار كاين ورشات من الرسم يلتقوا فيما بينهم يتبادلوا الهواتف ولا التفاصيل الايميلات اشياء مثل هذه يعني تعارف اكثر شيء. هذا الشيء ثاني. ثالث شيء انه بتلاقي يعني بصحبه الوالدين اكيد راح يلقى اشياء كثيره من عناوين كتب ممكن تكون مش متوفره في الايام العاديه. يعني في المهرجان راح يلاقي كتب يكون متوفره انه يكونوا جابوهم من الخارج. الان هذه تقريبا هي اهم النقاط يعني اكثر شيء فيها كم وفي جانب ترويجي كذلك فيها ترويج وفيها تعارف على ثقافات جديده فيها تعارف على ممكن كتاب من مناطق غير الجزائر يجوا مثلا من مناطق ثانيه من دول عربيه ثانيه فيكون فيه هذا اكثر شيء. الجانب السلبي اكثر واحد اكثر نقطه سلبيه اللي انا هنا تخوف منها في المهرجانات انه لما يجوا الاطفال وحدهم يختاروا عناوين ماشي بالعمر ديالهم ولا ماشي المحتوى تاعهم مضمون وانا ما نلومش الاطفال ولا يعني مدبيا الاولياء يكونوا لكن اكثر اللوم اللي استوردوا هذه الكتب هي المفروض التصفيه تبدا من الفوق اللي يقوم بالاستيراد يعني استيراد كتب هم اللي يكونوا يقوموا بعمليه تصفيه الكتب لانه كلهم اولادنا فالمفروض فيها سلطه ضبط يعني في هذا المجال كذلك فهو اول واحد يجيب الكتب المفروض هو اول واحد يكون يراعي لانه انا لما نوصل صراحه لما ندخل معرض الكتاب نشوف بعض الكتب صدقني الغلاف ما تقدرش تمر عليه انت وعائلتك الغلاف فقط يعني نحكوا على الغلاف فقط بدون ما نحكي على المحتوى الغلاف فقط ما ينشافش عائليا يعني بين قوسين فلكن شيء يعني شيء صعب فهذه نقاط سلبيه من بين النقاط السلبيه ايضا نشوف كاين شباب يقلدوا شخصيات رسوم متحركه وكذا غربيه بالضبط فيعملوا اسمها كوسبلاي وهذا فهذا اشياء يعني انا اقول بالنسبه لهم هو ترويح النفس يعني حب يشوفها شيء ثاني بالنسبه لنا يعني كعادات وتقاليد وكذا ف يعني تعلقت بشخصيه بزياده على اللزوم كما نقولوا مليح انك تعلق فيها في الاخلاق اذا كانت اشياء مليحه لكن اللباس وكذا شيء ما يطويش علينا لو كان نحكم اي واحد نقول له يلبس لي سروال عرب بوجيلي وكذا تلقاه يحشم صح عندنا دوك ولات هذه وتقول له تلبس لي رسوم متحركه دي بوردو مش عارف شنو لابس سروال مقطع مقطع يفرح ومدى به وعادي ما يحشمش لكن سروال عربي يقول لك تاع جدي ويحشم فيعني تحس انه رانا شويه ماشي في مسار شويه لازم نرجعه ولو كان تخرج موضه جديده لمثل هذا اللباس يولي يوافقها ويوافق عليه لانه الرواج عليها حتى في بعض الالبسه ربما مستقت من تراثنا وثم دخلت الموضه واصبحت يعني تلبس يعني وبدون اشكال بالضبط هاي هي اللي نحكي عليها سروال عرب يعني كان احنا من بكري نعرفوه رفضوه وراه جاي دوكا في فرنسا مشهور انه سروال عرب هو بالضبط العثماني هذاك راه جاي دوكا ويلبسوه برا عادي يعني فرحانين به ودوك راه جاي دوك ممكن العام الجاي تلقاهم يلبسوه عادي صحيح ضيق من الاسفل يعني جاي من برا قبلت شكي عاد من فشو يكون من الجهه من الجهه فطلعت اعلام يكون يكلف مع الجهه لازم تروحوا ترسموا لي وتعاودوا ترسموا فهذا هي النقطه يعني فتشوف انه تحس انه اعلام من برا جاي قوي علينا شويه فلازم يكون كما قلنا توفيق ان شاء الله واجتماع باش نكونوا اقوياء في حديثي مع احد الشباب يعني هو جزائري ومو إسبانيا طبعا كان قد دخل في الإسلام يحكي لي وبصراحة يعني كنت حكيت عليه مرة أظن في قناة قرآن هو كان يعني من بين عارضي الأزياء في 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 شركة معروفة يعني في عالمية على كل حال يحكي لي أنه في 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 عالم الموضة حينما يسوق أي منتوج قال لي أنا كنت عارضا قال لي لازم تكون بعيدة عن لازم تحداو القيم ما كانش قيم ما كانش قيم وما لازم ما تكونش قيم الحريه المطلقه بارك الله فيك يسعون وراء مجال الخيال هاي يعني بارك الله فيك يختارون بعض الالبسه حتى بكل صراحه ضرب بعض الدول معينه او بعض الافكار كذا احنا تبان موضه كي عندها هدف سياسي احيانا ثقافي اجتماعي الى مدى بعيد وكل صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال حتى لو دخلوا جحر ضب دخلت وهذا يصدق كذلك على الشريط المرسوم يعني ربما نستهين بشكله نستهين بإخراجه نستهين كذلك بالشخصيات التي ربما تعرض فيه حتى كذلك الأسماء المنتقات وشفنا ربما الكثير من الرسوم المتحركة وحتى الشريط المرسوم الذي شاع بين الأطفال وفيه خلل حتى في ربما يمس العقيدة أستاذنا حتى لا نذكر هذه الأشرطة إلى أي مدى ربما تكون هذه معول هدم إن صح التعبير احنا قلنا وسيلة تربوية إن أحسننا اختيارها وإن أحسننا إنتاجها كذلك وإن أحسننا اغتنام إنتاجها كذلك وتسويقها داخل الوطن ولكن قد تكون كذلك معول هدم إن لم تستعمل في, 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 في طريقها الصحيح نعم وإن كنا لسنا من الذين ربما يؤمنون كثيرا بنظرية المؤامرة
ولكن نظرية المؤامرة هذه شيء واقعي، يعني كل إنسان يسعى إلى بسط نفوذه، ليس النفوذ المادي، لأنه الآن ربما المنادات بالحرية والمنادات بحقوق الإنسان والمنادات بتحرير البلاد المستعمرة من طرف الغير، عدا الحديث عن فلسطين المغتصبة، صح، حديث عالي جدا، لكن الآن هو الغزو الفكري الذي تحدث عنه علماؤنا في السابق. الشيخ الغزالي رحمة الله عليه عنده كتاب الغزو الفكري يمتد في فراغنا. هذا الفراغ الذي في هذا المجال تحديدا موجود بشكل رهيب، إما بسبب أنه هذه الطاقات الشابة مثل أخونا كمال وغيرهم الذين يهاجرون ويرحلون من أجل أن يعملوا كأدوات، استسمحكم في العبارة، أدوات في أيدي من هم صانعوا أفكار، فهو مضطر لكسب لقمة العيش، وهو لا يرى نفسه مساهما في التهديم بقدر ما يرى نفسه رسم صورة. هذه الصورة هي جزء من كل، الكل هو في سياق، هذا السياق هو هدم القيم، هدم الأخلاق، هدم كل ما حتى عقيدة التوحيد، غيرها من الأشياء التي هي أصلا من قيمنا. ولكن الجزئية هو لا يرى نفسه أنه حارب الإسلام في هذه الجزئية، ربما حتى بعض الرسوم المتعلقة بالتثليث وغيرها من العقائد الفاسدة قد لا يسندونها لإنسان مسلم، يسندونها لإنسان غربي، صح. قد يستخدمون الأسماء كما ذكرتم في كما ذكر الأستاذ كمال، أسماء الآلهة التي هي معروفة عندهم، الرسوم التي ترمز إلى بعض الأشياء التي هي المقدسات الأخلاقيات، ذكرنا ربما بعض مسألة الاختلاط، وليس لكن ليس مفهوم الاختلاط اللي راه معروف عندنا، احنا يقول لك ما تقريش وليدك في المدرسة لأنه مختلط، انحلال، يعني نقصد ما هو أكثر من هذا اللي هو الانحلال الخلقي، حتى في طريقة اللباس وإبراز العورة وأشياء من هذا القبيل، وبعض الحركات التي هي لمثليين، يعني نستسمح المشاهد الأكارم في هذه العبارات، لكنها واقع نعيشه لابد أن نذكره ويروج له من خلال هذه الرسوم المتحركة التي ينشأ عليها أبناؤنا صغارا، حتى تصبح شيء عادي، تولي نورمال بالعبارة التي كثر استعمالها في هذا الزمان، يشوف المنكر فيراه شيئا عاديا، فلا حتى إذا نبهت ولاد الناس يقول لا هذه حتى هذه حرام، حرمت علينا كل شيء، وهو لا يدري. هو تقصير من ناحيتين، من ناحية الذي يعلم سواء على المستوى الرسمي كأستاذ أو كإمام أو كمربي أو كهيئة كذلك أو كأب وأم، لتقع عليهم المسؤولية أول ما تقع عليهما كليهما، لأنه نحن دائما نبحث عن من هو التقصير. احنا الله سبحانه وتعالى ونكرره لأكثر من مرة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، أهليكم نعم، صح، معنى المسؤولية الأولى هي مسؤولية الوالدين، ثم تأتي بعد ذلك مسؤولية الآخرين، لأنه حتى الأب يستطيع أن يعني يساهم بنصحه بإرشاده بأمره بالمعروف بنهي عن منكر في توجيه هذه المؤسسات التي تعمل على صناعة الفكر وصناعة الثقافة وصناعة هذه الرسوم وغيرها. فإذا كان الأب مستسلم يعني استسلام تام، والأم مستسلمة أيضا، وغير مهم راه مشغول، أبناؤنا مشغولون بهذه الوسائل ولا يهمنا ما مضمونها، فمن هنا يأتي الخطر. حينما نحس من الأباء أنهم لا يحسون بوجود الخطر، فهنا الخطر الحقيقي، صح. حينما نسلم أبناءنا لقمة سائغة لهذه الوسائل ويفعلون ما يشاءون ويتعاملون كيف ما شاءوا ويذهبون كما كان يذكر الأستاذ كمال لهذه المهرجانات اللي هي مهرجانات عالمية، صح. أنا لم أحضر هذا المهرجان الشريط المرسوم، ولكن تبعته من خلال وسائل الإعلام خصوصا المسموعة، يعني شيء رهيب، يعني كندا يعني تدخل هذا العام في 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 هذا، ليس لسواد عيوننا ولا لأنهم يحبون لنا الخير، إنما هي مسألة مصالح، هي أهمية الشريط المرسوم، نعم. وخطورته كذلك، إن أحسن، نعم. ربما استعماله. بارك الله فيك أستاذنا محمد، شكرا. الوقت دهمنا أستاذ كمال رقم واحد، أستاذ كمال اثنين، بارك الله فيكم على كل ما قدمت، شكرا جزيلا لكم. ربي يحفظكم، هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من المفاتيح بخصوص الشريط المرسوم وكيف نستخدمه كوسيلة تربوية. الشكر موصول إليكم مشاهدينا الأفاضل، تقبلوا تحياتي، تحياتي فريق العمل كذلك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.